قال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنفق كل ماله في سبيل الله. يأتيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له: يا أبا بكر، يا أبا بكر، ماذا تركت لأهلك؟ فيقول: تركت لهم الله ورسوله، تركت لهم الله ورسوله. هل مات أبو بكر جوعا؟ هل مات عطشا؟ هل مات من شدة الفقر؟ لا والله، أنفق في سبيل الله فأخلفه الله عز وجل خيرا. بل أقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه ما نقص مال من صدقة. من ذا الذي يقرض الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. إذا أردت هذه الفضيلة فتخيل يا عبد الله أن الصدقة التي تخرجها دينارا أو درهما أو ريالا أو أي عملة كانت، أو مادة عينية أو طعاما أو لباسا، من الذي يقبلها؟ من الذي يتقبلها؟ الله عز وجل يتقبلها بيمينه جل وعلا، الغني الحميد سبحانه وتعالى يتقبل الصدقة بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربيها لصاحبه، كما يربي أحدكم فلوه. شفت الفرس الصغير، المهر الصغير، كيف يحافظ الإنسان عليه فيربيه حتى يكبر؟ هكذا يربي الله عز وجل وينمي ويعظم الصدقة. فإذا جاء المؤمن يوم القيامة فإنه يرى صدقاته حسنات جبالا من الحسنات. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.